صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل، وفيها الوقت يضغط باتجاه الإسراع في إنجاز التشكيل الحكومية. بري العقد الحكومية هي وتتعلق بالحصص والأحجام. ما حسيت إلا حدا طرقني من ورا وصار تبرم السيارة فيه. قتيل و14 جريحا في اجتياح شاحنة لعدد من السيارات والمارة في بشمون. أكثر من 100 شركة عالمية توافق على مغادرة السوق الإيرانية بعد العقوبات الأمريكية. صباح الخير. تنفذ اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اعتصامات عند مداخل مرافئ سور، صيدا، طرابلس وبيروت، ويستمر حتى 10 من قبل الظهر بهدف الضغط لتنفيذ عدد من المطالب، منها تنظيم القطاع وتولي الدولة إدارة المعاينة الميكانيكية. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من جهتها أعلنت عن سلسلة تدابير لحفظ الأمن والنظام والسير حتى انتهاء الاعتصامات. أزمة الكهرباء تكبر بين أصحاب المولدات ووزارة الطاقة، تهديد بإغراق البلد في العتمة مقابل إلزام الدولة لأصحاب المولدات بتركيب عدادات والالتزام بالتسعيرة. التقرير لغيدة جبيلي. تتدحرج كرة الثلج بين أصحاب المولدات والوزارات المعنية إثر القرارات المتخذة بشأن التسعيرة وتركيب العدادات. بين عقد الأرقام والجداول يعلق المواطن اللبناني، تتقاذفه المخاوف من عتمة شاملة قد يغرق بها لبنان. ولكن لأصحاب المولدات رأيهم في المشكلة والحل، فهم ينفون تهديدهم بقطع الكهرباء ويؤكدون أنهم ليسوا بمافيا ولم يكونوا يوما المشكلة بل الحل. نحن اليوم أكيد لا بهدف نقطع الكهرباء عن العالم ولا بهدف أنه نوقف. نحن بالنتيجة مصالحنا، في عنا موظفين، في عنا عمال، في عيال عم بتعيش من وراء هاي المصالح. نحن اليوم عم نقول بدكن عداد، نحن بنمشي بالعداد. أول شيء عنا كذا مطلب خلينا نحققهم ونحن بنعب بكرة مستعدين نمشي. أول نقطة بدنا عداد اللي هو بمواصفات العداد اللي عم تركبه شركة كهرباء لبنان، هي أول نقطة. النقطة الثانية واللي هي أهم، نحن اليوم عم تجوا تفرضوا العداد نركبه نحن على حسابنا للمواطن. طيب ليه؟ في تأمين بده يندفع، إذا المواطن ضوى الشهر وصل آخر الشهر قال لك ما بدي اشتراك، يكون التأمين نحن مغطى الاشتراك الشهري تبعنا. وقبل كلها وكلهم النقطة الأساسية، اعطونا تعوا تنقعد نعمل جدولة لتسعيرة منطقية للكيلووات تننطلق ونشتغل من أساسها. هذا الجدول يوضح التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة. في شهر أيار كان معدل سعر تنكة المازوت هو 19.345 ليرة. الوزارة سعرت الساعة ب405 ليرة وسعرت الكيلووات ب281 في ظل عدد ساعات قطع بلغت 210 ساعات في الشهر، بينما وفي شهر تموز كان سعر المازوت تقريبا نفسه المسجل في أيار 19.687. نجد أن سعر الساعة الذي اعتمدته الدولة هو 338 ليرة وسعر الكيلووات ب301 في ظل 400 ساعة قطع في الشهر. إذن وبحسب ما يقوله أصحاب المولدات فأن سعر الساعة للخمس أمبير الذي هو مرتبط ارتباطا مباشرا بالمازوت يتدنى في الوقت الذي يرتفع فيه سعر المازوت كما هو الحال في الكيلووات والعكس صحيح. الاعتراض الأساسي بالنسبة لهؤلاء يكمن في هذا الرقم 338. سعيرة اللي هي 250 أو 300 ما في ألعب 250 و 300 خسارة بتوقع عليكم. إذا طبيعي وين الخسارة؟ رح لك وين الخسارة. إذا اليوم شركة كهرباء لبنان اللي بتشتغل على الفيول بسعر الكيلووات ب 300 وبتنكسر شركة الكهرباء على 3 مليار، ومبارح بيقولوا إذا بنرجع نمشي هذا الموضوع بدنا نعلي تسعيرة شركة الكهرباء على المواطن، وهني بيشتغلوا على الفيول، نحن بنشتغل على المازوت الأخضر، حكما المازوت الأخضر مش بقيمة الفيول.
هي أزمة الكهرباء التي تزيد الهوة بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات الذين يؤكدون بأن تركيب العدادات ليس بالمشكلة بل بالتسعيرة التي حددتها الدولة والتي تعتبر غير منصفة. من ملف المولدات إلى المعامل، فمعمل الجي الحراري يمثل نموذجا عن طبيعة المعامل التي تولد الكهرباء في لبنان، إنتاجية متدنية وأضرار بيئية ضخمة. التقرير لحسن درويش. كلا، هذه ليست لقطات لمنطقة صناعية بل هي مشاهد لمنطقة الجي التي يفترض بها أن تكون سكنية وسياحية. انتقال الباخرة التركية الثالثة إلى منطقة كسروان أعاد إلى الواجهة قضية معمل الجي الحراري وما يحمله من آثار سلبية بيئيا وصحيا لمنطقة إقليم الخروب. المعمل القديم اللي هو نحن عم نشتغل حتى نوقف، نحن مش عم نطلب منه شيء بقى، مش شو شغلينه؟ ليه ما بوقفوه هلا وبيعمل معمل جديد؟ شو الاسباب التافهه اللي بيقولوها؟ مواد مسرطنه اللي عم بكبها المعمل القديم، هذا لازم يتوقف. نحن مالنا كهرباء، صحيح مالنا كهرباء، بس مش هيك مش من عندنا فوق ال 50,000 بين برجا والجي وفوق ال 50,000 نسمه قاعدين معرضين للسرطان، بنقوا منهم تنقيه. والله مين شانسه منيح اليوم؟ ما بصير هيك. وبحسب مطلعين فإن إنتاجية المعمل لا تتعدى 80 ميجاوات وهو ما يمكن تأمينه بسهولة من مصادر أخرى. أسرع وقت ممكن يسكر هذا المعمل، نحن نعرف في دراسات عم تنعمل وكذا ومش مشكلتنا منين بدنا نجيب مصادر إذا توقف المعمل ولا لا، مش شغلة الناس ولا شغلة البلديات ولا شغلة، هي مسؤولية الدولة إنه هذا المعمل موجود عم بيلوث لازم يتوقف، إذا توقف هن بدنا يأمنوا البديل، مش نحن، يعني مش شغلتنا نحن جينا نقول إنه يعني شو البديل بيقولوا لك، مش شغلتنا، مش نحن، مش الناس بتقول شو البديل عن تقصير الدولة. نحن كبلدية رفعنا دعوة قضائية على المعمل، يمكن البلدية الوحيدة اللي أخذت قرار بهذا الحجم، وحصلنا على نتيجة بفعل محامي متطوعين عندنا من الضيعة تكلفوا عن طريق القضاء لشركة مختصة وطلعت نتيجتها واضحة مثل الشمس. وبحسب تقرير الدراسة البيئية للانبعاثات الهوائية الناجمة عن معمل الجي الحراري الذي أعدته شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد، فإن معمل الجي الحراري لا يمتثل للقيم الحديثة للانبعاثات خلال عمليات التشغيل العادي، لذلك ينبغي إيقافه عن العمل تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 190 الصادر عام 2016، وبذلك تكون الطاقة الكهربائية التي تنتجها الباخرة أقل ضررا وأكثر إنتاجية من تلك الناتجة من المعمل. ما إن غادرت الباخرة التركية منطقة الجي حتى انخفضت ساعات التغذية الكهربائية لبلدات إقليم الخروب التي يدفع أبناؤها 3 فواتير، الأولى للدولة، الثانية للمولدات، والثالثة على صحتهم. حسن درويش، تلفزيون مستقبل. في إطار الحملة التي يتعرض لها مشروع استصلاح أرض للزراعة في منطقة كفر فلوس بحجة إنشاء كسارة، أطل النائب جميل السيد موجها الاتهام للرئيس سعد الحريري باستخدام الأرض بهدف التوطين، فما حقيقة هذا المشروع والهدف منه؟ التقرير لمها ظاهر. استفاق اللبنانيون على تغريدة للنائب جميل السيد يحذرهم من مخطط خطير بانتظارهم، مشروع كفر فلوس، فبرأيه هو عقار صخري بمساحة 2 متر مربع ورثه سعد الحريري من والده، وبلديات جزين تحتج على جرف صخور وأشجار لتحويله إلى مشروع زراعي على صخور. معلومات السيد تقول إنه منذ التسعينات هذه الأرض وغيرها ستنشأ فيها أبنية لتوطين لاجئين فلسطينيين، اليوم يعود المشروع برأيه مع اقتراب صفقة القرن. جميل جدا، فللنائب السيد واللبنانيين نسرد حقيقة هذا العقار وبالتالي المشروع. الصحيح أنه بمساحة 2 متر مربع، والصحيح أيضا أنه لورثة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رفيق الحريري نفسه الذي حقق حلم مشروع كفر فلوس مطلع 80ات القرن الماضي، انطلاقا من إيمانه بالشراكة والعيش المشترك والتكامل بين صيدا ومنطقة جزدين. وإذا أريد لحلم رفيق الحريري أن ينتهي، فهناك من يقف اليوم في وجه نجله الرئيس سعد الحريري. فكرة المشروع هي استصلاحها لتصير صالحة للزراعة، نبلش نعمل طرقات والتضاريس يلي هي كتير رف
تتسوى بشكل تصير انحدار معقول ومنطقي. ليش عم يعملها الرئيس؟ أول شيء بتحسن قيمة العقار، ثاني شيء وكمان مهمة تخلق فرص عمل. المشروع كون حجم الأرض هالقد كبير متوقعين ياخذ بحدود 5 سنين. المخطط عم ينعمل بشكل أنه كل ما خلص أول جزء يبلش موضوع استثماره مباشرة. يعني تارة يراد من المشروع التوطين وطورا إنشاء الكسارات، والنتيجة واحدة، الوقوف في وجه الرئيس الحريري، لا بل في وجه مشروع يراد من خلاله إضافة الكثير للمنطقة من خلال ما يمكن أن يحققه على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسياحي. اليوم نحن عم نعمل دراسات تربة، وبالتالي في محلات عم تطلع تراب صالح للزراعة، في محلات عم تطلع تراب أبيض لايمستون، وفي محلات عم تطلع صخرية. بالطبيعي أنه بنتيجة الاستصلاح لها يطلع عندنا في شيء صخور وفي شيء أتربة. الأتربة الزراعية اللي حنحيدها على جنب حتى الاستعمالها بعدين على الشلالة. الصخور اللي ممكن تطلع ممكن أكيد لازم نرحلها خارج المشروع. أنا الحقيقة من أول يوم توصلت مع بلدية كفر فلوس وأنا اللي عرضت عليهم أنه حتى نبين على صدقيتنا أنه هيدا منه مشروع كسارة، هيدا مشروع استصلاح، نحن على حساب المشروع مستعدين للبلدية أو اتحاد بلديات جزين هو يوكل جهة تجي تعمل مراقبة يومية على تنفيذ المشروع. وإلى من قد يتساءل عن إمكانية استثمار على هذا الشكل من قبل الرئيس الحريري، فالإجابة واضحة من خلال مشروع مماثل عانى في البقاع الغربي، حيث تم استصلاح 1,000,000 متر مربع من الأراضي التي تظهر هذه الصور ما كانت عليه سابقا، ولتصبح اليوم واحة خضراء مليئة بالأشجار المثمرة، وحيث اختار الرئيس الحريري أيضا أن يكون له مقر إقامة مشرف على الأرض. شايفوا هيدا مشروع حيوي تقولوا وين 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 لكل الأطراف. أكدت وبرجع بأكد، وأكيد الرئيس الحريري بأكد هو توجيهاته لألي الحقيقة بهالشي أنه هذا لازم يكون مشروع نموذجي يحتذى به بكل لبنان. بعد كل ما تقدم حقائق عديدة، أولها أن الرئيس الحريري الذي كرر مئات المرات أن رفض التوطين منصوص عنه في الدستور وأنه لن يخالف الدستور، لن يكون اليوم الأداة التنفيذية للتوطين وبهذه الطريقة. والحقيقة الثانية أن حلم رفيق الحريري بالتكامل بين صيدا وجزين سيكمل طريقه. روعت شاحنة نقل منطقة بشمون حيث اجتاحت عددا من السيارات ما أدى إلى سقوط قتيلة وعدد من الجرحى. الحادث يسلط الضوء على ضرورة تنظيم سير الشاحنات. التقرير لأيسر نور الدين. بهذه السرعة العالية كانت شاحنة النقل هذه تسير في شارع يكتظ عادة بحركة السير والمارة. نحو 10:30 صباحا اجتاحت الشاحنة نحو 13 سيارة بمن فيها من ركاب، وحطمت كل ما أعاق طريقها قبل أن تستقر في منتصف الطريق بعد أن عجز سائقها عن التحكم بها بسبب عطل في الفرامل. إنها ليست المرة الأولى التي تتسبب بها شاحنة نقل بحادث سير في منطقة بشمون، لكنها المرة الأولى التي يكون بها الحادث بهذا الحجم. بيفقدوا السيطرة عليه، بلش يشبق السيارة شمال يمين لا يوصل لهون، بيشبق سيارة وفي هذا البيك أب طالع عم بفوت فيه وبيقلبوا اثنيناتهم. من فترة كمان صار الحادث، طرقش أكثر من 25 سيارة بس كفى من هون، ضرب عند الأم بي تعونيت الأم بي، وهيدا الحادث بس الأقوى بالعدد الجرحى اللي فيه. فلت الفريم معه من فوق هنيك، ضرب أول شيء 3 سيارات، سحب هيدي السيارة النيسان اللي هون صارت تشحط فيها، والبنت والمرة اللي بقلبها صار يصرخوا. ثالث حادث بيصير بنفس الطريقة هيدا. بتمنى من أي صاحب شركة يشوف هيدا المشهد هلأ يحطها بابنه ببنته بمرته بهو، إنه نزل هيك كاميونات لإله وصار هالحوادث فيه هو حيقبل. قتيلة من التابعية الأثيوبية و14 جريحا، إصابات بعضهم طفيفة، هم عدد ضحايا هذا الحادث. تم توزيعهم بين مستشفيي بشمون التخصصي وكمال جنبلاط.
ما بعرف بعدني يعني ما حسيت إلا حدا طرقني من ورا وصار تبرم السيارة فيي، حتى الإشارة بطار تغطى وجهي يعني ما بقى شايفة، بس ما بعرف اجتني قدرة ضربت فريم وجعلت فريم الإيد وحطيت بارك. طلع على الشغل والكاميون نازل فشفته نزل معه سيارات، سو جيت بدي روح يمين كان عم بيخدهم فقال بده يرجع يفوتوا فيي، اخذت الشمال فبس اخذ الجنب من ورا ورحت السياره واجت. مثل ما عم بيصير في ميكانيك الزامي للسيارات المدنيه مفروض التشديد يكون دوبل وتريبل وفور تايمز على الكاميونات. الحادث يعيد إلى الواجهة ضرورة تطبيق القوانين التي تلزم الشاحنات باعتماد نظام قيادة آمن وفي التوقيت المناسب منعا لسقوط المزيد من الضحايا على الطرقات. تتابعونا بعد الفاصل. الحريري، مصلحتنا تقتضي التعاون مع اليونيفل. أهلا بكم من جديد. في الملف الحكومي، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي دعوته للإسراع في تشكيل الحكومة، معتبرا أن التدخل الخارجي إذا ما وجد فإنه بسبب استجراره من الداخل. إلى ذلك قالت مصادر نيابية من قوى الثامن من أذار إن الجميع بات مقتنعا بأن العقدة خارجية وتستظل بالمواقف الداخلية، لافتة إلى أن ثنائي الشعي أكثر ما يسهل عملية التأليف، وأن كلام الحريري بشأن موقف حزب الله إيجابي. إلى ذلك وبعد الجمود الذي فرض نفسه على ساحة التأليف، عادت أمس أجواء التفاؤل من جديد، حيث أفيد أن الساعات 48 المقبلة ستشهد حراكا مفيدا باتجاه تذليل المعوقات التي تعترض ولادة الحكومة التوافقية العتيدة. وإذ نفت مصادر متابعة أن تكون خطوط الاتصال بين بعبدة وبيت الوسط مقطوعة، أردفت أن التسوية مستمرة، وما تردد عن أن شهر العسل بين الرئاستين الأولى والثالثة قد انتهى هو كلام غير صحيح. سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي أكد خلال استقباله القائد الجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان أن استمرار العلاقة الجيدة مع قوات الطوارئ الدولية في الوقت الذي ينظر مجلس الأمن الأسبوع المقبل التمديد لهذه القوات يصب في مصلحة لبنان ومصلحة الاستقرار في الجنوب. أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري دعم لبنان لقوات الطوارئ الدولية والتزامه الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأشاد خلال استقباله في بيت الوسط القائد الجديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو ديلكول بالدور الذي تتولاه هذه القوات في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مشددا على أن مصلحة لبنان وسلامة أراضيه تقتضي توفير مقومات التعاون التام بين السلطات اللبنانية واليونيفيل. وأشار الرئيس الحريري إلى أن لبنان يتطلع إلى التمديد لقوات الطوارئ الدولية وتضامن المجتمع الدولي حول هذه المسألة واستمرار دعم اليونيفيل وتأمين البيئة الضرورية لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه. ورأى الرئيس الحريري أن استمرار العلاقة الجيدة مع قوات الطوارئ الدولية في الوقت الذي ينظر فيه مجلس الأمن الأسبوع المقبل بالتمديد لهذه القوات يصب في مصلحة لبنان ومصلحة الاستقرار في الجنوب. لقد ضمنت اليونيفيل عملية السلام على مدار 12 سنة الماضية والوضع على الأرض في جنوب لبنان. وكان الرئيس الحريري استقبل وفدا من لجنة مهرجانات البترون برئاسة سيد فياض، وأطلع الوفد الرئيس الحريري على نشاطات المهرجانات ودعاه لحضور حفل الفنان العالمي إبراهيم معلوف الذي يقام في 11 من الشهر الجاري. كما التقى الرئيس الحريري وفدا من مستشفى المقاصد برئاسة الدكتور بلال المصري الذي أطلعه على أوضاع المستشفى وشكره على الدعم من خلال رفع السقف المالي لها.
الرئيس الحريري استقبل أيضا مجموعة من الشخصيات الطرابلسية الاغترابية في مختلف دول العالم في حضور النائب ديما جمالي وأطلعوه على نشاطاتهم. ومن زوار بيت الوسط رئيس النادي الرياضي مازن طبارة وعضو مجلس إدارة النادي جينا الخطيب في حضور منسق الرياضة في تيار المستقبل حسام الدين زبيبو وعرض معه لشؤون النادي الرياضي وخططه المستقبلية. وتتابعون بعد الفاصل الجبير على كندا تصحيح خطائها ولا حاجة للوساطة. أهلا بكم من جديد إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة إلى جباليا شمالا. وأغارت الطائرات الحربية المعادية على العديد من المواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. ويجري رئيس وزراء الاحتلال مشاورات أمنية لبحث سبل الرد على التصعيد في غزة. في المقابل ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق أكثر من 70 صاروخا وقذيفة على مستوطنات إسرائيلية قريبة من غزة. يحدث هذا في الوقت الذي تسير فيه حركة حماس الحاكمة لقطاع غزة على طريق الاتفاق مع إسرائيل بوساطة ودعم قطريين عبر هدنة لخمس سنوات تشمل تبادلا للأسرى وفتح معابر وبناء مطار وميناء. أعلنت الخارجية الأمريكية نية واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا اعتبارا من 22 من آب الحالي لاستخدامها غاز الأعصاب في الهجوم على الجاسوس السابق سكريبال في بريطانيا قبل أشهر. وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة حظر رحلات شركة أيروفلوت الروسية إلى الولايات المتحدة. أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأمريكية. هذا واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت طهران بزعزعة منطقة الشرق الأوسط وعدم الاهتمام بشعبها، موضحة أن إيران لا تصرف أموالها على الخدمات الاجتماعية وإنما على الهجمات الإرهابية. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن لا داعي للوساطة لحل الخلاف بين بلاده وكندا، معتبرا أن على أوتاوا أن تصحح ما ارتكبته من أخطاء عبر التدخل في شؤون الرياض. وثق فريق الدفاع المدني في إحدى القرى البريطانية بالفيديو حريقا وهو يتصاعد نحو السماء بسبب عاصفة صغيرة. وأطلق رجال الأطفاء على هذه الحالة اسم الأعصار النارية، وهي عبارة عن تفاعل للنار مع تيارات الهواء الدافئ. وفي الختام تذكير بالعناوين. الوقت يضغط باتجاه الإسراع في إنجاز التشكيل الحكومية. بري العقد الحكومية هي وتتعلق بالحصص والأحجام. ما حسيت إلا حدا طرقني من ورا وصار تبرم السيارة فيه. قتيل وأربعة عشر جريحا في اجتياح شاحنة لعدد من السيارات والمارة في بشمون. أكثر من 100 شركة عالمية توافق على مغادرة السوق الإيرانية بعد العقوبات الأمريكية. ومع التذكير بالعناوين نكون وصلنا لختام النشرة. أشكر متابعتكم وإلى اللقاء. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.